انا كمواطن مغربي ما يمكن لي الا ندين الهجوم الثلاثي العدواني على الشعب السوري برئاسة امريكا وفرنسا وانجلترا. هذا العدوان الذي تم في الظلام وهو بطبيعة الحال يعني هجوم على الشعب سوريا الذي عاش الويلات تنضاف اليه يعني هذه الحركة الامبريالية الصهيونية المعادية لحقوقه المشروعة. كفرد من الشعب المغربي ودين ما تعرضت له سوريا خلال 7 سنوات من تدمير وقتل وسرقة وتهديم الآثار، ودين ما تعرضت له اليوم سوريا من قصف، رغم أن هذا القصف في الحقيقة فإنه إعلان عن إفلاس المشروع الوهابي الإخواني الصهيوني الإمبريالي. هذا عدوان إرهابي على شعب أعزل، فهو عنده واحد الأهداف معينة اللي هي توسع في المنطقة ويديروا منطقة ديال الشرق الأوسط فتبقى تحت اليد ديال الإمبريالية، يعني بما فيها والناس ديال يعني الناس ديالها اللي هما أمريكا اللي هي كاع لوكسيدون، فالأوكسيدون زائد هذوك الأنظمة الرجعية اللي هي ديال الخليج بالقيادة ديال السعودية. بالنسبة لنا كنعتبروا هذا التدخل الأمريكي البريطاني الفرنسي تدخل سافر وغاشم في الأراضي السورية اللي انطلق بدون يعني مبرر دولي وبدون ايضا استشاره ديال الشعوب ديال الدول هادو، يعني كان تدخل امبريالي مدعم بطبيعه الحال الارهاب في سوريا بطبيعه الحال، لان هاد الضربه هادي الغايه منها هو اعاده توازنات داخل سوريا اللي غتكون بطبيعه الحال في صالح الارهابيين وفي صالح بطبيعه الحال تركيا والصهيون بطبيعه الحال اسرائيل. كبقية كل الأحرار والأصوات الحرة في الوطن العربي ننتد بهذا العدوان الثلاثي الفرنسي والأمريكي والبريطاني على دولة عربية اللي هي سوريا، ولأن تدخل في سياق هذه الهجمة الإمبريالية المفضوحة الأهداف والغايات ديالها اللي هي أساسا المزيد من التقسيم والتشتيت ديال المنطقة العربية والتدخل في الإرادة ديال الشعوب العربية، وبالتالي موقفنا واضح وهو التنديد بكل هذه الممارسات الإمبريالية والتي ننديد بها جملة وتفصيلا، ونحن مع دائما وأبدا مع الشعوب وقراراتها والدفاع عن استقلالها وعن مشاكلها تحل من داخلها من دون تدخل أي طرف كيفما كان نوعه. نحن مع الشعب السوري، مع الدولة السورية ضد أي عدوان، كما نحن مع شعوب الأمة ضد العدوانات الأجنبية ككل. صحيح نحن مع الشعب السوري في مطالبه من أجل الحرية والكرامة والعدالة، ولكن أي عدوان أجنبي كيفما كان نوعه فنحن ضده، ولذلك هذا العدوان نعتبره عدوان إجرامي خارج كل القوانين الدولية التي وضعتها هذه القوى نفسها، والتي تسمي نفسها ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن، هي التي تخربها، هي التي تمارس البلطجة عبر العالم خارج القوانين الدولية، كما احتلت العراق، كما قصفت باكستان واليمن وأفغانستان والسودان وليبيا وكل دول الأمة. ولذلك هذا الموقف اليوم الثابت للشعب المغربي هو موقف ثابت، ونطالب الدولة المغربية بأن تتخذ الموقف القانوني اللازم، وإلا قد نكون غدا نحن عرضة لهذا العدوان يوما ما، ولذلك يجب أن نتخذ هذا الموقف كشعب وكدولة ضد أي عدوان أجنبي. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.